مساء الخير سيد سامر، أخصوي حياك الله. أخي سامر، أرجو أن تطلعنا على المستجدات لديكم في الحسكة. نعم أخي، أنا كوني موجود بين محافظة الحسكة والرقة. أنا أتي أولا إلى محافظة الرقة، وخاصة منطقة الأبيض الحدودية. في ليلة أمس كانت هنالك قصف بالمدفعية السورية على الأراضي التركية، وأيضا رد الجيش التركي بالقصف المدفعي على الأراضي السورية. واليوم لاحظنا تحرك مستمر للجيش التركي على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا. أما عن منطقة الأبيض بشكل عام، فمحيط المنطقة هنالك حواجز للجيش النظامي، وأيضا كانت هنالك اشتباكات متقطعة في ساعات الليل بين عناصر الجيش الحر والجيش النظامي. وأيضا قام الجيش الحر بالهجوم على الفرقة 17 مدفعية، وتم تفجير إحدى المدفعيات، وأيضا تم تفجير دبابة. أما عن منطقة سلوك وسرت وحمان تركمان، فقصف عنيف جدا على هذه المنطقة بالمدفعية وبالطيران، والطيران الحربي لا يهدأ كليا على هذه المناطق، وهذه المناطق أصبحت مهجورة بسبب القصف اليومي. أما عن رقة المدينة، فهنالك انتشار أمني كثيف بالمنطقة لم تلاحظه المحافظة من قبل، طيب. وتحليق الطيران الحربي في سماء محافظة رقة. أما عن الوضع في محافظة الحسكة، اليوم في قرية أبو بكر وقرية الفلاح تم اعتقال 300 شخص، بينهم عدد كبير من المنشقين، والاعتقال كان عشوائيا. وفي منطقة الشدادة أيضا حملة اعتقالات واسعة منذ السبت الماضي وحتى هذا اليوم، حيث تم اعتقال أكثر من 40 شخص. وهذه العملية تطال أي شخص له معرفة بالجيش الحر أو الثوار أو يذهب إلى مناطق محررة مثل طيب مرقدة أو الصور. سيد سامي، يعني سأسألك سؤالين أرجو أن تجيبني باختصار إذا سمحت لي. الأول، بثت إحدى القنوات الإخبارية المعروفة تقريبا يعني كاملا عن أن النظام سلم بعض، انسحب من الحسكة تحديدا وسلم المواقع الأمنية لبعض الكتائب المنضوية تحت حزب العمال الكردستاني وكذلك تحت المجلس الوطني الكردي، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم أخي، النظام سلم منطقة عمودة ومنطقة الدرباسية إلى حزب العمال الكردستاني. شبيحة النظام هم في ظل، يعني هم تحت ظل ما السبب، النظام. يعني ما السبب بأنه سلمهم لهذا الحزب؟ السبب هو لمنع دخول الجيش الحر. السبب هو لمنع دخول الجيش الحر إلى المناطق الكردية، وهم يقولون أن دخول هل الجيش حزب الحر، العمال الكردستاني يعني نستطيع أن نقول متوافق مع النظام في بعض الأمور؟ نعم، متوافق بشكل كامل مع النظام. لا، الحزب العمال الكردستاني لا يريد دخول الجيش الحر إلى المناطق، ويقول أن إذا دخل الجيش الحر إلى المناطق الكردية فسوف نحارب بعضنا البعض، ليس النظام. النظام يقوم بتدفيش حزب العمال الكردستاني. في منطقة ديريك ليلة أمس كانت هناك مظاهرة في مدينة ديريك، قام بها هجمت عليها قوات اللجان الشعبية حزب العمال الكردستاني، أي شبيهة النظام. هجموا على مظاهرة سلمية وأطلقوا النار على المتظاهرين وتكسير أجهزة طيب، مكبرات الصوت ومصادرة وهذا الموبايلات، والمظاهرة كانت لإحياء ذكرى الشهيد مشعل تمه. وهذا أدى يعني سيطرة حزب العمال على بعض المناطق التي أعطاها النظام، أدى إلى أيضا يعني تقلص حجم المظاهرات، أليس كذلك؟ نعم، تقلص شكل المظاهرات بشكل طيب، كامل، يعني قضى على المظاهرات بشكل كامل. جميل هذه جدا. هي خطة النظام الذي كانت يريد أن يلغي المظاهرات السلمية على طيب، المناطق السؤال الكردية. الآخر كذلك فيما يخص تل أبيض. تل أبيض يوميا نسمع مساء قصف من النظام ورد الجانب التركي. أنا أريد أن أعرف المشاهدين حجم الخسائر التي يلقاها النظام السوري، أم أنها مجرد يعني فرقة إعلامية؟ نعم أستاذ صهيب، القصف يقوم به أولا المدفعية السورية، يقصف على الأراضي الزراعية في منطقة أورفا أفشقل، المسمى بأفشقل. فالجيش التركي أيضا يرد، ولكنه لا يصيب أي هدف، إلا مرة واحدة صاب مقر كتيبة المدفعية، وتم فيها قتل قائد المدفعية، قائد طيب، فرقة المدفعية. أشكرك جدا سيد سامي العبد الله، حدثتني من الحسكة وأنت متحدث باسم شبكة شام ونحن